النفس. انظر، نتفق معهم مع منطلق الحضارة الغربية اليوم في الكلام عن الأخلاق في أن النفس حكم، لكنهم يرون أن النفس حكم مطلق، هي حكم مطلق حر في كل شيء، ونحن نرى أن النفس حكم مؤتمن. الله خلق نفس الإنسان وأتمنها على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، إيش بعدها؟ ماذا قال الله؟ ها؟ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بماذا؟ بنفسك اليوم عليك حسيبا. فجعل الله عز وجل أيضا النفس محكمة، ولكنها بالتبعية لأوامره سبحانه وتعالى. ما الفائدة؟ نقول هذا كلام فلسفة، ماذا نستفيد منه؟ الفائدة كثيرة لو تأملناها نحن كمسلمين، وفقهنا كيف نرتقي في معراج الأخلاق النبوية المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، لشعر العالم كله، كل منصف في العالم من شرقي أو غربي، من شمال الكرة الأرضية أو جنوبها، من مسيحي أو يهودي أو بوذي أو ملحد أو علماني، أيا كانت وجهته، لشعر العقلاء منهم أنهم بحاجة إلى أن يجلسوا على كرسي التلمذة لأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأستاذية الأخلاق النبوية المحمدية. لكن متى سيشعر العالم بأن هناك ما يمكن أن يضاف إليهم، ما يمكن أن يعطوا؟ عندما نشعر نحن قبل العالم أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. الفرق بين من يجعل ميزان أخلاقه نفسه فقط، وبين من يجعل ميزان أخلاقه في نفسه بنفسه لنفسه مرجعيتها إلى الله ورسوله، الفرق كبير. أول فرق يظهر أنه يحافظ عليه من غش نفسه له، لأن النفس تدلس على صاحبها، وهذا أمر لا يقول به المسلمون فقط، لم يأتي فقط في ديننا، جاء في الملل السابقة، بل جاء في التجربة الإنسانية المحضة، علم النفس البشري الإنساني، فلسفة الأخلاق الإنسانية في الشرق في الغرب، عند الصينيين عند الأوروبيين، هذا أمر معروف عندهم. ما هو هذا الأمر؟ أن النفس تدلس على صاحبها، تغش صاحبها، توهم صاحبها أمرا وهي تريد أمرا آخر. كيف يكون هذا الكلام؟ إنسان عاهد نفسه على الصدق، لا يريد أن يكذب، هذا خلق من الأخلاق، قيمة، مبدأ، أنا لا أريد أن أكذب، أكون صادقا. ثم جاءت قضية من القضايا وكان فيها أمر يتعلق بمصلحة له هو، واحتاج أن يكذب لأجل مصلحته، ها؟ ولأنه قد عاهد نفسه على أن لا يكذب، تعرف النفس أنه لن يقبل الكذب، فتحتال عليه النفس، تقول أنت أكذب من أجل أن تنال هذه الصفقة، لأنك إذا نلت هذه الصفقة ولو كان بالكذب سيكون عندك المبلغ الذي تحتاج إليه لمعالجة فلان المريض، سيكون عندك المبلغ الذي يمكن أن تبني به المستشفى الخيري الفلاني، سيكون عندك المبلغ الذي يمكن به أن تنقذ الهلكة أو الجائعين في البلد الفلانية. اكذب، ممكن هذه المرة في الصفقة اكذب، واضبط نفسك مع القانون حتى لا يضبطك القانون ولا يشعر الناس أنك كذبت فلا تفقد مكانتك. وطيب نفسي لتحاسبني، ما أريد أن أكذب. يقول لو نفسك لهيها بماذا؟ أن المال الذي سيأتي ستعمل به الخير. هنا النفس غشت صاحبها، لماذا؟ لأنه ضيع أساسا من أجل فرع. مد يد المعروف إلى الآخرين فرع لأساس وهو الأخلاق. ما فائدة أن يمد الإنسان يد المعونة إلى الآخرين والأصل في مد يد المعونة فاقدا للخلق، للثبات على الخلق؟ فالنفس تكذب على صاحبها، تكذب على صاحبه وهي مكارة خداعة في كيفية تزيين الخطأ للإنسان في صورة الصواب. ولهذا قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة، ثم ذكر شيئا بعدها، ماذا قال؟ ولو ألقى معاذيره. ما معنى ولو ألقى معاذيره؟ المعنى أن النفس في العادة تعطي معاذير، تحاول تلبس الخطأ، لكنه لو عاد وتبصر أكثر، استعان بالله وتبصر أكثر وفتش على النفس، سيكتشف أنها كانت مخطئة. تذكر هذا الأمر في نفسك. كم منا أو كلنا لا يكاد أحد منا يسلم من ذلك إلا من رحم الله وهم قليل. كيف ينجو الإنسان من ذلك؟ بوجود المرجعية هذه، بأن يكون الخلق مرتبطا بالدين، مرتبطا بالصلة بالله. فالفائدة الأولى ما هي؟ الفرقان بين الحق والباطل. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالمسألة الأولى ماذا؟ الفرقان.
ربط الخلق في مرجعية النفس إلى الله ورسوله تحيي في الإنسان التمييز بين الصواب والخطأ. المسألة الثانية الثبات. ما المقصود بكلمة ثبات؟ الأخلاق اليوم صارت بين المجتمع غريبة في العالم، ومع مرور الأيام تشتد غربة الصدق في الأخلاق. صور الأخلاق نعم في كثير من المجتمعات غير غريبة، يوجد من المجتمعات المتحضرة من لو شتمت إنسان بأنه كلب أو حمار أو خنزير أخف عليه مما لو شتمته بأنه كذاب، يوجد هذا عند غير المسلمين، يوجد هذه صورة. لكن حقيقة الالتزام بذلك بمعنى الثبات الراسخ نادرة في المسلمين والكفار في زماننا هذا. ما معنى الثبات على ذلك؟ أي استعداد الإنسان لأن يضحي في سبيل هذا الأمر. جاءت مشكلة أمامك، سأصر على الصدق. طيب المشكلة اشتدت، سأصر على الصدق. طيب لكن الشدة صارت كبيرة، أصبح فيها خطورة، لكن لن أنطق إلا بالصدق، لن أبيع مبدأي، لن أكذب. طيب لكن يمكن تفقد وظيفتك، ها؟ أفقد وظيفتي؟ لا لا، لكن خلاص أثبت على الصدق. الصدق طيب يمكن ما تتوظف أصلا في أي مكان ثاني، ها؟ يبدأ يراجع نفسه. بالحقيقة أنا أريد أقول الصدق لكن فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يثم علي. تعال تعال، هل يثم علي؟ هذا لعب نفسه. هنا اللعب الذي نذكره للنفس. لكن إذا صدق الإنسان في رجوعه إلى الله ورسوله، لا، متى يعفى عمن يضطر حتى للنطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن على الإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ متى يعفى عنه؟ عندما يكون نطقه بالكفر أو نطقه بالخطأ لا يتعدى ضرره إلى غيره. متى يعفى عنه؟ عندما يكون مضطر ما عنده خيار آخر، ما قدر يتحمل الضرب أو الأذى أو الذي جرى له فتكلم، وعندما تكلم كانت الإساءة بينه وبين من؟ بين ربه. لكن أن تتعدى الإساءة إلى الآخرين هذا لا يقبل في ديننا. لا توجد فيه مغفرة، ما توجد فيه مغفرة، حتى يسامح الذين آذيتهم، حتى ترد الحق للذين آذيتهم، أو تبذل كل ما عندك من الوسع لإعطائهم حقهم وطلب المسامحة ولم يوافقوا عندئذ، حتى عندئذ لا تغفر. لكن ما الذي يحصل؟ يتحمل الله عنك التبعه. يقول يوم القيامة هذا القصر في الجنة يريه الرجل الذي له حق عليك، يقول يا رب هذا القصر لمن؟ يقول هذا لمن سامح من آذى. يقول يا رب فلان آذاني أنا سامحته، يقول خذ قصر في الجنة. يعني حتى هذه، حتى الذي بذل الجهد لإعادة الحقوق للآخرين وبذل الجهد في طلب المسامحة ولم يستطع أن يؤدي الذي عليه، لا تكون بشطب حقوق الآخرين، ما يوجد شطب في حقوق الآخرين، هذا عدل الله عز وجل. ولكن الذي يحصل ماذا؟ إرضاء الخصوم، يحصل إرضاء للخصم، هذا لشدة مسألة حقوق الآخرين. عندما نقرأ في ديننا أن هذا موجود لا يمكن للنفس أن تضحك عليك، لكن أيضا لا يمكن أن تتزعزع، تقول يا أخي أتضرر ولا أضر غيري ولا يصل الضرر إلى غيري من الناس. هذا ثبات. الثبات في حال الخطر، والثبات في حالة ثانية، حال المغريات. يكون إنسان يريد أن يكون صادقا لا يكذب، ها؟ يريد أن يكون أمينا لا يغش. ثم عرضت عليه صفقة، يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أرجع عن هذا الأمر، على أن أترك هذا الأمر، ما تركته حتى يظهره الله أن أو أهلك دونه. ثبات. الفائدة الثالثة لربط النفس فيما يتعلق بالأخلاق بمعنى الدين بالارتباط بالله ورسوله، وجود نور القدوة الإنسانية. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشر لا كالبشر، هو مثل البشر في البشرية، وهو ليس كالبشر في خصوصية النبوة في الوحي الذي يأتيه من عند الحق سبحانه وتعالى. لما جعل الله سيدنا محمدا في القالب البشري اقتضى هذا الأمر أن يكون سيدنا محمد مظهر الكمال في الخلق البشري الراقي، بمعنى أنه المعيار بلغة العصر في ارتقاء الإنسان في الأخلاق. فالذي يرتبط في أخلاقه بمعنى القدوة بالحبيب صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، يكون مرتبطا بمعيار في أخلاقه. فكل ما يمكن أن يتخيله الإنسان من كمال في التفرقة في التبيين أو في الثبات،
المعيار فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الصلة بالدين فيه تقوية لضعف النفس البشرية، أي أن الدين، أي أن الرجوع إلى الله ورسوله وربط مفهوم الأخلاق بالنموذج الأعلى لكمال الخلق الإنساني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقيم أمام الإنسان باب القدوة، معراج القدوة، سلم القدوة، يرتقي عندما يسمع أن سيدنا محمدا كان لا يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا، لا ينطق إلا صدقا. عندما تأتي النفس تسول لصاحبه، ما لك كذبت يا فلان أمس على الشباب في الكلام، قال أخي كان مزح، لا تعقدها أنت يا مطوع، لا تعقد على ناس، مزح ما هو بصدق، والله يعلم اللي في قلبي، قلبي نظيف، لا كانت مزحة. يقول له هنا نفسك ضحكت عليك، طب كيف لا تضحك علي مرة أخرى؟ أخذ الحبيب قدوة. النبي كان يمزح، من هذا من المتدينين أو المطوع أو الشيخ أو العالم؟ هو أرقى من، ما أحد أرقى من رسول الله، كلهم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكام، كلهم تبع له. والإمام الذي يقتدي الكل به كان يمزح. ها النبي يمزح، نعم النبي يمزح صلى الله عليه وسلم، لكن اسمع، كان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا. فائدة الارتباط بالقدوة سيدنا محمد أنها تبين للإنسان مراقل الاقتداء، تعينه على ضعف نفسه في ارتقائه. ضعفت نفسك في موقف، تذكر الحبيب صلى الله عليه وآله. أيضا فائدة ربط الأخلاق بالحبيب صلى الله عليه وسلم بالدين أنها تقوي الإنسان على الأخذ بالأخلاق من باب آخر. تعرفون ما هو هذا الباب؟ إنه باب الحب. الإنسان عندما تأتي نوازع الأهواء في داخله تتجاذبه، الطمع، الخوف، الرغبة، الشهوة، إرادة التملك، حب الظهور بين الناس والسمعة الحسنة، حب الاستكثار بالمال، التمتع بالدنيا، نوازع الهوى تزعزع الإنسان عن الثبات، وتبدأ النفس تنازعه في ذلك. لكن الهوى كما قال علماء التربية يقهر بالهوى. كيف يقهر الهوى؟ بالهوى، لكن بالهوى النوراني. كيف بالهوى النوراني؟ انظر ما هي الأسباب التي جعلتك تستدرج إلى الخطأ، إلى المخالفة، إلى ترك الخلق في التعامل. الطمع، نعم الطمع، تعال سنعالج الطمع الذي فيك بالطمع، بهوى الطمع نفسه. اصرف طمعك إلى الله لا إلى الخلق. الذي يطمع فيما عند الله يرضى أن يتنازل عن الامتثال لأمر الله والثبات على الأخلاق من أجل طمع دنيوي؟ والله مطلع على ما ستفعله من خطأ طمعا في نيل الدنيا، أفتترك الطمع في الله من أجل الطمع في الدنيا؟ انظر، عولج هوى الطمع بهوى آخر أيضا بنفس الهوى وهو الطمع، لكن برفعه إلى من؟ إلى الله. لا يوجد شيء يستطيع أن يردع النفس أقوى من الحب في الوجود قط، لكن قد يكون الحب في البداية بسيطا وينمو ويكبر. كلما قوي الحب في النفس كلما استطاع أن يضبط النفس أكثر. ممكن يحب الله ورسوله ويعصي، ممكن، لكن ممكن يحب الله ورسوله ويرضى بالمعصية؟ لا، لا يمكن. يمكن يحب الله ورسوله ويتكرر منه الخطأ؟ ممكن. هذا الصحابي الذي جلد على شرب الخمر أكثر من مرة، تكرر منه الخطأ. لكن يمكن يحب الله ورسوله ويستمر على الخطأ إلى النهاية؟ لا، لأنه كلما قوي في قلبه الحب كلما ردعه أكثر. ولهذا جاء معنى حب الحبيب صلى الله عليه وسلم مرتبطا بالإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، ليس فقط الأولاد والأهل والمال والعشيرة والأصحاب، حتى من النفس. ما الفائدة؟ النبي محتاج إلى حبنا له؟ هل يحتاج رسول الله إلى حبك؟ يحتاج النبي إلى حبك؟ ما يحتاج، أنا المحتاج إلى أن أحب رسول الله، الله أغناه عن العالمين بحبه له، لكن نحن المحتاجون إلى حبنا لرسول الله. ومن معاني هذه الحاجة المرافقة، المرء مع من أحب، لكن من معاني هذه الحاجة تربية النفس وردع النفس. هذه الفائدة الثالثة في حصول المرجعية بالنسبة للأخلاق إلى الدين، وجود القدوة. فإذن يتميز المتدين في أخلاقه، إن تدين من باب الخوف، هذا غير مسلم يتخلق من باب الخوف من القوانين، ومسلم يتخلق من باب الخوف، ما عنده الرقي في نفسه، ممكن يكذب ما عنده مانع، بس ذكروا أن الكذب يغضب الله، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذا، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. إلى ماذا؟ إلى النار. فإذا ذكر أن الكذب يفضي إلى النار، ماذا يحصل عنده؟ يرتدع، لا يكذب، يقول الصدق. ذاك الكافر
غير المسلم يرتدع عن الكذب أحيانا من أجل ماذا؟ خوف القوانين، خوف الحكومة، خوف الوضع. ينبغي أن تكون الرغبة هنا عند المسلم في ماذا؟ فيما عند الله، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فأنا سأصدق لأني أريد طامع، لكن إلى الجنة. غير المسلم من الممكن أن يصدق لا خوفا من القوانين ولا طمعا في الثقة والمنزلة بين الناس، ولكن لأن نفسه أبية فيها رقي. فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، أثبت الله الخيرية حتى لصاحب الجاهلية. الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ممكن كافر معدن حسن ويصدق، ممكن، لا خوفا ولا رجاء، لا خوفا ولا رجاء. ما الفرق بينه وبين المسلم الذي هو أيضا في مستواه في هذه الرتبة التي هي رتبة أنه يترك الكذب لأن معدنه راقي؟ ما الفرق بين المسلم وبين الكافر؟ إذا فقهه. هذا الفرق، إذا فقهه بمعنى أنه فقه أن هذا الرقي في نفسه يرتبط بماذا؟ بربه سبحانه وتعالى. وللحديث بقية إن شاء الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة ومتابعة وأخلاقا. اللهم أحينا في ذلك، أحي فينا ذلك، وبلغنا ما هنالك، ثبتنا على الخير فيما نقول ونعمل ونعتقد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أحيتنا منه منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن أمته منا فأمته على الإيمان والشهادة. هيئ لنا الحسنى وزيادة، وبلغ كلا منا ما أراده وفوق ما أراده. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، فرج عن إخواننا في العراق، فرج عن إخواننا في السودان، فرج عن إخواننا في الصومال، فرج عن إخواننا في المشارق والمغارب. اللهم كم نعد وكم نعدد من مآسي هذه الأمة. انظر إلى الأمة واكشف الغمة، وادفع ما نزل بالمسلمين من الأذى والبلاء، وعجل للأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك. اللهم اجعلنا من أهل المحبوبية لديك ثابتين على ذلك يا رب العالمين، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحقائقها متحققين حسنا ومعنا ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.